كل أسبوع نجد الجديد دائما في كل المشاركات، ونشاط حيوي ونشاط مستمر دائما في هذا الميدان الذكي. تحمل لنا هذه الشعارات وكذلك الأخوة الملاك والمضمرين في مشاركات رسمية على الهواء مباشرة هنا من قلب الحدث من المرموم. نسير إلى بداية الانطلاق لمستوى هذا الشوط، حيث تتقدم أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء من بداية الانطلاق شوط خاص بالأبكار المحليات الأصايل في سن الإذاع والصدارة الأولى. مودة هناك تتقدم، مودة لسلطان بن راشد بن حضيرم الاجتبي الآن على مقدمة الشوط والمركز الأول، بينما المركز الثاني، المركز الثاني من الجانب الآخر هناك تقدمت حظوظ وعبد الله بن فايل بن سعيد الزرعي، هو من يقدم لنا حظوظ من تحتل المركز الثاني، بينما المركز الثالث وصلت الآن جبارة محمد بن سيف بن جلثم الخيالي وصل وخذ المركز الثالث. وننتقل إلى المركز الرابع، إلى بصمة من تتواجد على رابع المراكز في هذه اللحظات، تعود ملكية خلفان بن سيف الغويص في المركز الرابع، بينما النقلة إلى المركز الخامس وهنا صناعة الناموس تتقدم حمد بن محمد بن سهيل العامري يصل إلى الخامس. بائر هي من تسير إلى المركز السادس، ويأتي مبارك بن محمد بن سلطان تقدم إلى المركز السادس. المركز السابع شعار، يأتي هنا السندباد القطري ليقدم لنا زعفران وحمد بن صالح بالقمرة المري يقدم كذلك زعفرانة. نقل إلى المركز الثامن وتتواجد جبارة سلطان بن حارب بن واس الاجتبي. المركز التاسع الآن تقدمت وجود الشاينية سالم بن سليم بن سالم العفاري يأتي على المركز التاسع، بينما المركز العاشر خاتمة النداء الأول تصل أريام عمران بن سلطان بن تريم الاجتبي، هو الآن في المركز العاشر. هذه العشر إلى أبكار أيها الحفل الكريم المحليات الأصايل اللي تقدمت واللي تشارك في مستوى هذا الشوط ومستوى هذا التحدي، هذه العشرة. لكن خلف العشر هناك عشر في انتظار الأوامر والتوجيهات من المضمرين والمتابعين. نعود إلى بداية التحدي وهنا في مقدمة الشوط على المركز الأول، لا زال شعار بن حضيرم يتقدم مع مودة سلطان بن راشد بن حضيرم الاجتبي، هو الآن في المركز الأول والركيزة أمام خط النهاية. يتقدم المشاركين في إبداع واستمتاع مع سن الإذاع وهو على المركز الأول إذاع، بينما المركز الثاني، المركز الثاني محمد بن سيف بن سهيل بن شلثم الخيالي. إن المركز الثالث هناك الجانب الثاني يتقدم مع بصمة خلفان بن سيف الغويص السويدي وصل وخذ المركز الثاني في هذه المنافسات، بينما المركز الرابع يتواجد هنا عبد الله بن فايل بن سعيد الزرعي ليقدم لنا حظوظ في هذا المستوى، واكيد الحظوظ كبيره دائما في كل المشاركات. بينما المركز الخامس، نقل الى المركز الخامس، المركز الخامس اللي وصلت صناعه حمد بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري يصل الى المركز الخامس. والمركز السادس جباره لسلطان بن حارب بن سلطان بن واسل اكتبي. أما المركز السابع فهناك تواجدت بشاير ومبارك بن محمد بن سلطان الشامسي. أما المركز الثامن يتقدم الآن سالم بن سليم بن سالم العفاري وصل مع الشاهينية. والمركز الثامن، المركز التاسع حمد بن صالح بن حمد القمر المري يقدم زعفرانة، بينما المركز العاشر يصل شعار الرميثي ليقدم لنا مشغلة وسعيد بن مطر بن محمد الرميثي. هكذا النتيجة أيها الحفل الكريم.
مشاهدينا الاعزاء، هذه العشر المراكز الاولى المتقدمه. اشوف الجماعه تقريبا في موقع واحد ومكان واحد، والكل يترصد للاخر عند الانطلاق ولحظات الانطلاق الاخيره والنهائيه لمستوى هذا الشوط. الان الكل مهدي، الان الكل يعني ينتظر متى لحظه الاوامر، لحظه الانطلاق. وبن حضيرم لا زال مع موده على المركز الاول وعلى المركز اللي وده سلطان بن راشد بن حضيرم الاجتبي حتى هذه اللحظات. 1200 على خط النهايه والمركز الاول موده، الا ان مشغله واصله، مشغله مشغله مشغله. وياتي سعيد بن مطر الرميثي وصل وغير الى المركز الاول، بينما المركز الثاني اشاهد هناك الشامسي يقدم لنا بشاير مبارك بن محمد الشامسي المركز الثالث. الآن مشاهدينا الأعزاء سالم بن سليم العفاري واصل، خذ المركز الثاني، خذ المركز الثاني، بينما المركز الرابع أريام عمران بن سلطان بن تريم الاكتبي، والجانب الآخر شعار الغويصي تدخل. المركز الخامس شعار الغفلي حمد بن بطي بن محمد الغفلي يقدم طيف المهندس سنياتي على المركز الخامس. المركز السادس عبيد بن سلطان بن مطر بن مرخان. المركز السابع مطر بن غانم بالقوبع يقدم تغرود. هذه النتيجة إلا أن مشغلة في المركز الأول، تشغل موقع حساس ومركز متقدم وظيفة مهمة. المركز الأول مشغلة. سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، لكن الشامسي يتقدم. مبارك بن محمد بن سلطان الشامسي يقدم في هذه اللحظات. أيها الحبل الكريم بشاير، أشوف اللحظات الأخيرة، اللحظات المثيرة بشاير، ولكن مشغلة راحت بالناموس، مشغلة راحت بالأداء الجميل والمميز. هي مشغلة أيها الحبل الكريم على المركز الأول، وسعيد بن مطر بن محمد الرميثي وفي صدارة هذا الشوط لتعلن عن حضورها القوي. تانينا والناموس وجود مورنينج لأهالي السمحة. المركز الثاني بشاير مبارك بن محمد سلطان الشامسي، عبيد بن سلطان بن مطر بن مرخان ثالثا. المركز الرابع ترنيمة المبارك بن عيسى بن محمد الخيالي. والمركز الخامس وصلت الشاينية سالم بن سليم بن سالم العفاري. هكذا أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء المراكز المتقدمة في ملتقى ومستوى هذا الشوط، حيث مشغلة المركز الأول في طريق الناموس وفي طريق التحدي المثير. 7 دقائق 47 ثانية، 6 من الأجزاء من الثواني. تانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، بينما مشاهدينا الكرام حلت في المركز الثاني وكانت هناك بشاير لمبارك بن محمد بن سلطان الشامسي، حيث انتزع ثاني المراكز في هذه المنافسات وهذه التحديات المميزة الجميلة. 7 دقائق 48 ثانية و9 أجزاء من الثانية هو توقيتها الزمني في هذه المشاركة أيها الحبل الكريم مشاهدين الأعزاء، بينما المركز الثالث من حل ووصل في المركز الثالث في اللحظات الأخيرة. هنا تأتي مشاهدين الأعزاء مع توقيتها الزمني 7 دقائق 51 ثانية، 6 أجزاء من الثانية هي وعد عبيد بن سلطان بن مطر بن مرخان من حل في المركز الثالث.